ده حتى أشهر ميدان عندنا سميناه على اسمك. أيوة صح يا كنوز، ميدان رمسيس فيه مواصلات لكل حتة. ده لأن الملك رمسيس الثاني هو. خليني أنا اللي أحكي لهم المرة دي يا سينو. كل حكام كيمت اللي قبلي واللي هيجوا من بعدي هدفهم مش بس توفير الأمن والحياة السعيدة للبلاد وشعبها، لكن كمان في هدف تاني مهم، وهو إن كل شيء عملناه يعيش سنين كتير. علشان كده كل نشاط قمنا بيه أو حملات لتأمين الحدود كتبناها على جدران المعابد، بنينا حضارة عظيمة تفضل قدام أهل البلد دي مهما حصل. أنا توليت الحكم بعد والدي سيتي الأول علشان أبقى الملك الثالث في الأسرة التسعتاشر اللي بتحكم كيمت. كنت ولي العهد وأنا في سن صغير جدا. المهمة كانت صعبة، كيمت كانت محاطة بالمخاطر من كل اتجاه، وكان دوري إني أقضي على المخاطر دي. قدرت في أول سنين حكمي إني أقضي على حركة قادها حاكم جوبيل ضد حكمنا، ومن بعدها أصبح تابع لحكمي هو، وكل إقليم أو مكان تمرد على حاكم كيمت. شفت يا سينو؟ أهو دلوقتي بقى إحنا ما بقيناش محتاجينك.